انا بخير، واني مفيش اي نوع من انواع الخطر عليا ولا على حياتي. جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انظف رجال الدنيا، وانسان محترم، وانسان متربي، وبيحبني اكتر من نفسه، وما يستاهلش ابدا ابدا منكو كم الأسوأ ده. حماتي الست اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده أكيد لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.